أنا رايحة على المشفى. ماشي، الله معك. ما بدك تجي معي؟ لا ما بدي. شو مو حابب تعرف الولد مين بيشبه؟ بيشبه نهاد، بس بيشبهك أكتر. بس تشوفه فوراً رح تلاحظ قديش الولد بيشبهك. يلا بلع نادو، تعا شوف حفيدة. هذا هو الوقت المناسب لترجع المي لمجاريها. يلا بقى، عندي شغل، لازم مر على النادي شوي. هلأ الخيل أهم من شوفة حفيدة؟ فرس الإنجليزية خلفت، جابت مهر صغير، بدي روح شوفه. بوصيلي يا للولد. يا الله مثل الملاك، شو حلوين ايديه، كل شي فيه حلو. حاسس كأنه مثل معجزة. بدو ينام؟ هاتي روحي. فيك تحطه بتخته؟ دير بالك، امسكه منيح. عمهلك حبيبي. بكرة بنتعود. قديش حابب أعرف شو رح يطلع بالمستقبل؟ وهو حابب يشوفنا ويعرف كيف رح يكونوا أبوه وأمه. رح يكونوا بياخدوا العالم، بس يلي عملته أمك ما كان مقبول أبدا. ليش أنت دائما بتتهمها لماما؟ شو يعني أبوك ما له ذنب نهاد؟ لو أمك ما ضغطت عليه وضايقته ما كان بابا عمل هذا الشيء. شو بيعرفك؟ أكيد أبوك ما إجا على المشفى؟ منيح اللي ما إجا، لأنه أمك كانت هون وكان ممكن يصير بيناتهم مشكلة. بيسان شوفي شوفي، عم يشد عصباتي يا حبيبي. هلأ حتى حسيت أني أب. لازم تضل تحس بأمان. رح أضل دائما جنبك. على طول. مرحبا. أهلا وسهلا، تعال تعال شوف شو بدي ورجيك. رح أعرفكن يا سيدي، حفيدة. أكيد مهضوم أكتر من اللي جابته الفرس تبعك، ما؟ إجا بكير، ما لحقت حضر له هديته. كنت حابة أعمل له شي مميز وحلو. هدي المهر، رح تكون هدية حلوة، ولده بنفس اليوم. وبعدين خدي له اللي بدك إياه. فكرة حلوة كتير، برافو.